نصف نهائي كلاسيكي شفناه في ماتش الذهاب ما بين مانشستر سيتي وريال مدريد، ونتيجة ربما كانش حد توقعها 4-3، ولكن النتيجة في وجهة نظري لا تعبر عن سير المباراة، المفروض في وجهة نظري كانت تخلص بسكور لصالح مانشستر سيتي اللي قدم واحدة من أفضل مبارياته في الموسم الحالي، رغم طبعا الغيابات اللي كانت عنده، طبعا برضو رغم الغيابات برضو ريال مدريد كان عنده غيابات، ولكن رياض محرز تفنن في إهدار الفرص السهلة، ثلاث فرص سهلة جدا 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 أتيحت لي النجم الجزائري أضعهم عشان يخلي ريال مدريد يروح ماتش الإياب في البرنابيو في ملعبه وهو متأخر بهدف واحد فقط. طبعا احنا عارفين قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين تم إلغائها من دوري أبطال أوروبا، ولكن برضو الجزء النفسي والمعنوي لريال مدريد بعد سيناريو الماتش النهاردة يخلوهم يروحوا ماتش الإياب في البرنابيو وهم فرحانين، وحتى كل ردود الأفعال بعد المباراة من محبين ريال مدريد واضح إنها إيجابية على عكس محبين السيتي فعلا اللي زعلانين لأن رغم المكسب. ليه؟ لأن سيناريو الماتش كان سهل قوي إنه يخلي السيتي يخرج بيه سكور. طيب إيه اللي حصل في التسعين دقيقة؟ إيه الأخطاء اللي حصلت؟ إيه الإيجابيات اللي قدر جوارديولا يعملها عشان يتغلب على غياب اتنين من أفضل اللعيبة عنده؟ بتكلم على كايل ووكر وكانسيلو، وطبعا برضو أنشيلوتي إزاي تغلب على غياب كازيميرو، هنتكلم ده على البورتو. جوارديولا عنده غيابين خطيرين جدا، الاتنين الفول باكس بتوعه الأساسيين غايبين، كانسيلو غايب للإيقاف وكايل ووكر الباك اليمين غايب بسبب الإصابة. هو عنده بديل في الناحية اليسرى مكان كانسيلو وهو اللعيب الأوكراني زيليتشينكو. زيليتشينكو مجتهد كل حاجة لكن طبعا أكيد مش بنفس الليفل ومش بنفس الكواليتي بتاع كانسيلو. على الجبهة اليمنى ما عندوش، مفيش بديل واضح لكايل ووكر، وبالتالي هو بيوظف في اوقات كتيره ستونز، وستونز اصلا عنده مشكله النهارده هو كان مصاب، لكن بسبب ظروف الماتش داس شويه ستونز على نفسه ووافق ان هو يبدا المباراه بعد ما اتفق مع الدكتور ومع جوارديولا، لكن طبعا في الاخر هو بالظبط لعب 25 دقيقه وداش يكمل بعد كده نزل فرناندين، لكن دول كانوا اكبر مشكله عند جوارديولا في الخطه بتاعته، وبالتالي هو استغنى عنهم ولعب بستونز ولعب بزينتشينكو زي ما قلت لكم. على الناحيه الاخرى انشيلوتي كان عنده ازمه كبيره في نص الملعب بغياب كازيميرو المصاب، وعنده برده مشكله 50-50 كده زي مشكله ستونز عند مين بقى؟ عند دافيد ألابا اللي برده كان بيشتكي من اصابه عضليه قبل المباراه، لكن لظروف المباراه انشيلوتي داس عليه شويه قال له معلش تعالى على نفسك عشان النهارده انا محتاجك في المباراه دي، وبالفعل بدا دافيد ألابا في بدايه المباراه كلاعب اساسي. طيب جوارديولا سيتي بيلعب على ارضه، فاكيد كل اللي بيتفرج على سيتي في الدوري فاهم ان السيتي بيلعب بهاي لاين ديفنس وبيعتمد على انه يدي الكوره للمنافس ويضغط عليه وهو بيبني الهجمه، طريقه حفظناها مع السيتي كتير السنه دي، والنهارده شفنا افضل تطبيق ليها مع ريال مدريد، لان ريال مدريد برضو انشيلوتي بيبني الهجمه من تحت من عند كورتوا وشفناها كتير في بدايه المباراه، من اول دقيقه ريال مدريد بيبني الهجمه على طول، احلى حاجه في السيتي الطريقه المعتاده، لعيب بيضغط واللي وراه يحلق. طيب المنافس لعب الكوره هوب اللي كان بيحلق يتحول يضغط واللي وراه هو اللي يحلق، ترسانه في مكنه شغاله بيوصلوا لبعض اللعيبه وبالفعل بيقدروا يستخلصوا الكوره قدام منطقه جزاء المنافس. ميزه السيتي انه بيبني هجمته من نص ملعبك، ما بيستناكش تروح لملعبه ويبني الهجمه ويدورها، لا لا لا، هو واحده من الاهداف الاساسيه عند جوارديولا انه يبني الهجمه من التلت الاخير عندك، وبالتالي هنا بوفر حاجتين، بوفر على لعيبتي المجهود ان انا اخد الكوره رايح للملعب الطويل ده رايح جاي، وفي نفس الوقت بقدر احبطك في ان انت بفسد لك بنى الهجمه بتاعتك من عند بدايه ملعبك، وبالفعل نجح السيتي في اول هجمه كان بيحاول ريال مدريد ان هو يبنيها ان يخطف الكوره، وشوفنا طبعا رياض محرز عمل واحده من ايجابياته النهارده صناعه الاهداف حلوه قوي، عمل كروس عالمي في بدايه المباراه واستغل فيها طبعا دي بروينا ان ميليتاو والابا ما كانوش مركزين، هوب راح سارق
المسافة ما بينهم داخل منطقة الجزاء يعني ببراعة شديدة يحصد عليها، وقدر ان هو يضع السيتي بالهدف الاول فين؟ في الدقيقة الاولى وشوية ثواني، يعني اول دقيقتين السيتي متقدم بهدف نظيف، واكيد دي بتدي دفعة للفريق. ريال مدريد لسه عايز يلم ورقه ويبدأ يشوف يلعب الناس دي، النازلين متحمسين جدا جدا. ازاي السيتي برضو بيواصل الضغط بتاعه؟ وفعلا كان امر متعب جدا على ريال مدريد في بدايه المباراه، لان جوارديولا كمان فصل الثلاثي الامامي لريال مدريد، بتكلم على فينيسيوس بنزيما رودريجو، فصلهم تماما عن بقيه زمايلهم ورا، يعني الثلاثه دول اتفصلوا تماما عن السبع لعيبه اللي وراهم بسبب اسلوب لعب السيتي. فالفيردي او توني كروس او مودريتش كان كل همهم مع بدايه السيتي زي يركزوا في الدفاع، ما كان موضوع الهجوم ده ما كانوش مركزين فيه خالص، لان اسلوب لعب السيتي والضغط العالي اللي بيمارسه مش مخليك تطلع بكره. رودريجو عمل مباراه، رودري عمل مباراه ممتازه على مودريتش في بداية المباراة، وشفنا ازاي ان هو كان واضح جدا جدا ان هو رايح جاي مع مودريتش في نص الملعب بيمنعه ان هو يستلم الكرة، ممنوع ان مودريتش يستلم الكرة ويلف بوشه عشان يبني الهجمة لريال مدريد. ده السيتي عمله في اول 20 دقيقة بامتياز بشكل كويس قوي. نتيجة الكلام اللي انا بقوله ده كان طبيعي جدا 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 ان احنا نشوف السيتي بيقدر كمان يعمل نفس اللي عمله في الجبهة اليسرى في الجبهة اليمنى في الهدف الاول، يعمله في الجبهة اليسرى اللي فيها برناردو سيلفا وفيها فودن، وطبعا احنا عارفين دي بروينا بيلعب لاعب حر وبيتحرك زي ما هو عايز، قدر ان هو يخطف الكرة ويعمل كروس زي بالظبط مماثل الكروس اللي عمله رياض محرز، بس المرة دي كان ليه خسيس اللي استغل اللي واضح جدا كان دافيد ألابا مصاب، وقدر ان هو يحطه في ظهره ويلف بيه بشكل مميز عشان يحط الهدف الثاني للسيتي. امتى يا جماعه؟ في ربع ساعه، في ربع ساعه، ربع ساعه السيتي كان متقدم على ريال مدريد 2-0، وكل اللي بيتفرج على المباراه عمال يضرب كف على كف، ده انت هنشوف النهارده تقريبا سكور وهنشوف نتيجه كبيره، وده كده الايحاء بنفس الايحاء بتاع ماتش الكلاسيكو الاخير لما برشلونه كسب ريال مدريد 4-0 في البرنابيو. الريال كان يعني اللعيبه مش فاهمه ايه اللي بيحصل، فمش عارفين يواجهوا السيتي، مش عارفين يلعبوا، يعني كان واضح جدا ريال مدريد عنده ازمه مش عارفين يلعبوا خالص. فينيسيوس واقف كل شويه عمال يبص لزمايله، ادوا لي الكوره تتلعب له، يتضغط عليه من ستونز او يتضغط عليه من دياز اللي كان بيخش برده يساعد ستونز. فبنزيما مفصول تماما، رودريجو على الجبهه اليمنى مفصول تماما، ما فيش اي شكل هجومي لريال مدريد في اول 20 دقيقه. بتيجي في وجهه نظري اول نقطه تحول للمباراه، وهي هجمه رياض محرز. سيتي كل ده ماشي بشكل مميز وبيقدر ان هو يضغط على ريال مدريد في نص الملعب بشكل قوي جدا، ومن احد الكرات قدر دي بروين ان هو يخش يخطف الكرة من ميليتاو، والكرة راحت لرياض محرز على الجبهة اليمنى وكان منفرد تماما، كان راجع كارفاخال بيغطي وكل لعبة ريال مدريد اوت اوف بوزيشن، وعلى الناحية التانية فودن. رياض محرز كل الناس مستنيه يلعب الكره العرضيه لفودن، كره اتلعبت لفودن خلاص جون، 99.9 جون لو الكره راحت لفودن. رياض محرز يعني في وسط الحماس في وسط كل حاجه اختار الحل الفردي ويقرر ان هو يصوب الكوره وشاطها في الشباك الخارجيه، وطبعا كل شاف المباراه شافه رد فعل جوارديولا الكبير عليه. ليه؟ انك بتتكلم الفرصه دي كانت في الدقيقه 23 دقيقه، لو الفرصه دي تم ترجمتها لهدف انت بتتكلم على 3-0 في اقل من 25 دقيقه قدام ريال مدريد، نتيجه يعني تقطم اي فريق مهما كان اسمه، لكن رياض محرز قرر الحل الفردي والحل الفردي ما خدموش. بعد الهجمه دي نبدا نشوف ان ريال مدريد بدا يشم نفسه وبدات اللعيبه تحس ان هي ممكن ترجع في المباراه، وشفنا ان زعيقة جوارديولا جت بناتج سلبي على لعيبه السيتي فعلا اللي بداوا يعني يركزوا بقى خلاص البدايه الوهميه اللي احنا بداناها لا خلاص خلصت، وطبعا كان في تغيير اضطراري
بينطلقوا عليه ان ستونز ما قدرش يكمل بعد دقيقه 25 ونزل مكانه فرناندينيو توظف في مركز الباك اليمين وهو طبعا مش مركزه وطبعا كان هيبقى عنده ازمه في ازمه سرعه ازمه سباق مع فينيسيوس اللاعب السريع جدا. ريال مدريد في اول تقريبا اول هجمه منظمه لريال مدريد في نص ملعب السيتي فينيسيوس اللي انا لسه بتكلم عليه قدر ان هو ياخد الكوره وشاف طبعا بنزيمة بيقطع ما بين الاثنين مساكين بس كان طبعا لابورت ودياز خرجوا فكانت هو زيتشينكو اللي راجع مع بنزيمة وطبعا يعني حدث ولا حرج منافسة بدنية ما بين كريم بنزيمة وبين زيتشينكو اكيد طبعا 100% كريم بنزيمة هو اللي هيكسبها لان زيتشينكو لعيب على المستوى البدني ضعيف على مستوى التغطية ضعيف دي ربما في وجهة نظري غلطته الوحيدة في المباراة بس غلطة بجون غلطة توجع انما زيتشينكو بصراحة عمل مباراة حلو يعني فول 90 دقيقة كاملة لا عمل ماتش حلو ما اقدرش اقول ان هو يعني عمل ماتش سيء بسبب الغلطة بس دي الغلطة الوحيدة اللي هو عملها وكلفت فريقه هدف رجع ريال مدريد واحده من النقط اللي ريال مدريد فعلا فريق كبير فيها ما بيسيبلكش المساحه انك تقدم عليه كتير يعني النهارده ريال مدريد فعلا كان في شخصيه الفريق في الملعب رغم الاداء السيء يعني الاداء كان سيء جدا من ريال مدريد الشوط الاول بتتكلم على كم فرص ضيعه من السيتي هدفين مبكرين كان نتيجه كويسه لكن في شخصيه في شخصيه اللعيبه فعلا عندهم الشخصيه زي رجعوا والمهارات الفرديه عندهم عاليه بيقدروا يستغلوا انصاف الفرص النهارده ريال مدريد لما نيجي نقول عنده كم فرصه ضيعه ما عندوش فرص ضيعه انت بتتكلم على فريق قدر النهارده يستغل كل فرصه اتيحت له في ان هو يترجمها لاهداف لكن السيتي بتتكلم على فريق سنحت له 9 فرص مؤكده 9 فرص سنحت للسيتي النهارده مؤكده احرز منهم 4 في 5 راحوا يعني النهارده حتى ممكن نقول السيتي كان سهل ان هو يحرز 6 اهداف هدف ريال مدريد الاول اللي قدر ان هو يقلص بيه الفارق ويخلي النتيجه ويدخله اوضه اللبس 2-1 بدل ما كان هيخش 3-0 و4-0 فرق كتير قوي مع كارلو انشيلوتي في الشوط الثاني الشوط الثاني كان واضح جدا الجيم الشطرنج هيمشي ازاي انشيلوتي هيحاول بكل وضوح ان هو يفرغ المساحه لفينيسيوس على الجبهه اليسرى ليه عشان يحطه في مواقف واحد على واحد مع فرناندينيو فينيسيوس في موقف فردي مع فرناندينيو 100% فينيسيوس هيكسب سواء بالمهاره او سواء بالسرعه فرناندينيو او ربما يكون اقوى انما لو دخل في سباق سرعه مستحيل على الناحيه الثانيه جوارديولا كان بيحاول على قد ما يقدر ان هو يكمل في المساله اللي بدا بيها المباراه اصلا هو عمليه ايه ان انا ازاي اسحب ريال مدريد خارج مناطق لعبه واشده عشان العب الكرات الطوليه لكل من خيسيس ورياض محرز وفودن واستغل مسألة السرعة بين الشوطين أنشيلوتي سحب طبعا دافيد ألابا عشان مصاب ونزل ناتشو عشان طبعا خلاص دافيد ألابا ما كانش يقدر يكمل المباراة مع بداية المباراة مع بداية الشوط الثاني جوارديولا بينجح في التكتيك بتاعه وبيفرغ المساحة لمين لبطل اليوم النهاردة بصراحة بس بشكل سلبي وهو رياض محرز انفراد تام في أول 5 دقايق من الشوط لرياض محرز بعد ما تخلص من رقابة ميليتاو بنفس التكتيك اللي بيعمله جوارديولا كرات طولية وسط الضغط بتاع ريال مدريد هوب رياض محرز بياخد المساحة خلف دفاع الريال والرياض محرز كعادته في الفينش ولا أسوأ حط الكرة في القائم في كرة سهلة كرة سهلة يعني ممكن حد يقول لي يا كريم طب هو حظه وحش لا حظه مش وحش لان الكرة دي سهلة الكرة سهلة جدا تروح انفراد ومن نص الملعب فانت معاك حوالي من 5 لـ10 ثواني وده وقت طويل جدا انك تاخد قرارك وتركز وتفكر هتحط الكرة هتشوط الكرة ازاي ضاعت الفرصة دي وطبعا كملها ان فودن شاط الكوره وكارفاخال طلعها من على خط المرمى ولكن بعديها بقليل قدر فرناندينيو ان هو يخطف الكوره ويعمل كروس ولا اروع لفودن عشان يحط الهدف الثالث
وربما يكون هدف، يعني مش هقول تكتيك، لكن هو كان في خطا دفاعي من ريال مدريد، قدر فرناندينيو ان هو يخطف الكوره من على الجبهه اليمنى ويرسل الكره العرضيه المتقنه جدا. طبعا ثنائيه ناتشو وميليتاو صعب قوي 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 ان انت تقارنها بوجود دافيد الابا في الملعب. طبعا دافيد الابا في الملعب حاجه ثانيه خالص. فبالتالي ناتشو وميليتاو المساحات ما بينهم كبيرة، محدش عارف يعني مين يعمل ماركينج، انا هعمل ماركينج للمنافس ولا انت، في لخبطة. هوب فودن سرق المساحة ما بينهم وقدر يحط الهدف ده. هدف التاني بتاع ريال مدريد هو ده اللي بكلمكم عليه، تكتك مدير فني، ازاي مدير فني بيشتغل. كورة واضح جدا من التحضير لريال مدريد ان انا النهاردة عايز اسحب لعيبة السيتي يضغطوا عليا زي عادتهم. ليه بقى؟ واقول لفينيسيوس لو سمحت خد الراجل ده فرناندينيو في موقف واحد على واحد على الجبهه دي. السيتي قاعد يضغط 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 وهوب الكوره اتلعبت لفينيسيوس. فينيسيوس الكوره هو مدي وشه لمرمى وظهره لمرمى السيتي وفرناندينيو بيضغط عليه. ذكي جدا، عدى الكوره من بين رجل فرناندينيو بذكاء وراح لافف من وراه وهوب راح انفراد بالمرمى. وهنا جه الخطا الثاني من دفاع مانشستر سيتي في وجهه نظري، وهو دياز. طبعا خلاص السيتي كان بيضغط ففي لعيبه كتيره جدا اتحرقت بالتمريره دي. فينيسيوس رايح انفراد بالمرمى، دياز جاي هنا اهو، وزيتشينكو هنا اهو، وهنا بنزيما، وطبعا كان هنا كمان رودريجو. دياز هنا بيفكر تفكيرين، لو انا ضغطت على فينيسيوس وش هيمرر الكوره لبنزيما، بنزيما يروح انفراد، فانا عايز على قد ما اقدر احافظ على كده. هو قاعد يفكر كده. فينيسيوس كان ذكي جدا، فهم من ثبات جري دياز مع كريم بنزيما ان هو مش هيضغط عليه، وبالتالي المساحه دي هتفضل فاضيه. تخيلوا يا جماعه فينيسيوس جري فتح سبرنت من نص الملعب لغايه منطقه السكس ياردات قدام ايدرسون من غير ما واحد من لاعبي السيتي يواجهه، فيش ولا واحد ضغط عليه. ليه؟ كلهم خايفين ان هو يلعب الكره العرضيه لكريم بنزيما. انا في وجهه نظري دياز كان لازم يضغط وكان لازم يسيب ان زيلتشينكو اول ما يشوفه بيضغط هوب هو زيلتشينكو يضغط على كريم بنزيما. فيها مغامره؟ فيها مغامره طبعا، لكن كان لازم تتعمل. ليه؟ لان البديل بتاعها انك هتسيب فينيسيوس وهو لعيب سريع وفينشر كويس، هتسيبه انفراد بمرمى ايدرسون وبالتالي هيحطها جول. وبالفعل ده اللي حصل، وقدر فينيسيوس يستغل الخطا في وجهه نظري من دياز ان هو ما ضغطش ويجيب الهدف الثاني لريال مدريد. وواحده برده من النقط بصراحه اللي ريال مدريد كان محظوظ فيها جدا ان هو كان بيقدر يقلص الفارق دايما بسرعه. يعني السيتي ما قعدش فتره طويله متقدم بفرق هدفين في الشوط الثاني. السيتي يجيب الثالث فيش خمس دقائق هوب ريال مدريد يجيب الثاني. السيتي يجيب الرابع هوب ريال مدريد يجيب الثالث. فدي كانت برضو واحده من النقط اللي بتفيد الفريق الاسباني بشكل معنوي كبير. رغم الهدف الثاني لريال مدريد جوارديولا رجع وبرضو حمس فرقته وبداوا يلعبوا الشغل بتاعهم اللي عملوه في بدايه الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني، وشفنا استحواذ كبير برضو للسيتي بعد هدف فينيسيوس جونيور لغايه لما قدر برناردو سيلفا يعمل واحده من احلى المهارات الفرديه النهارده لما ضحك على كورتوا في التسديده الصاروخيه شاطها له في الزاويه الضيقه. كورتوا ما توقعهاش لان كان كارفاخال تقريبا مغطي نص الزاويه زاويه الرؤيه بتاعته وقدر يحط له الهدف الرابع. طبعا الهدف الثالث شفناه طبعا من ركله جزاء، مليون في المية ركله جزاء صحيحه في وجهه نظري، لان لابورت مدافع السيتي كان فاتح ايده وبالتالي لما فرد ايده بشكل كبير كبر من حجم جسمه زي ما القانون بيقول، وبالتالي اجاد حكم اللقاء في احتساب ركله جزاء صحيحه مليون في المية لريال مدريد. السيتي والريال خلصوا الشوط الاول في المواجهه، خلص 4-3 للسيتي في مباراه ربما اللي يشوف السيناريو بتاعها يقول لا السيتي كان يستحق ان هو يكسب بفارق كبير، ولكن للاسف الشخص الوحيد الذي يلام في هذا الامر هو رياض محرز. رياض محرز مضيع 3 انفرادات النهارده، كان سهل قوي ان السيتي يوصل للهدف الخامس او حتى يوصل للسادس كمان، لكن اللاعب الجزائري رفض ده بسبب ضيعانه للفرص اللي اتيحت له. الناحيه الثانيه في وجهه نظري انشيلوتي خارج فرحان جدا من المباراه. ليه؟
الحمد لله ده يعني افضل حاجه نخرج بيها بعد البهدله اللي حصلت، لان ريال مدريد فعلا بنتكلم هدف يعني مرمى استقبل هدفين في اول ربع ساعه، وكان ممكن يستقبل اهداف اخرى بسبب الفرص اللي ضاعت. وبالتالي انشيلوتي كمان هيجي يقول لك لا انا في ماتش العوده هيرجع لي كازيميرو، فشكلي في الملعب اكيد هيبقى افضل. دافيد ألابا ممكن يعني الجهاز الطبي يشتغل معاه الفتره الجايه دي ويقدر يرجعه لي ويلعب معايا 90 دقيقه. نفس الامر طبعا جوارديولا اكيد بيفكر في حته ماتش العوده هيرجع لي كانسيلو، خلاص الايقاف هيتشمل عليه فيلعب ماتش الاياب، والجهاز الطبي يشتغل شويه مع كايل ووكر عشان يقدر يرجعه، ان هو فعلا السيتي ما يقدرش يواجه ريال مدريد في البرنابيو تاني بستونز او فرناندينيو او زينتشينكو، امر هيبقى مستحيل تماما تماما تماما. في ملعب هناك هيكون فيه الضغط على السيتي اكتر ما هيكون الضغط على ريال مدريد، رغم طبعا التاخر في النتيجه. عامه مبروك لمحبين السيتي الفوز الشكلي، بس الفوز المعنوي 4-3. هارد لك لفريق محبي ريال مدريد، واكيد هنبقى كلنا على انتظار مباراة الحسم في البرنابيو إن شاء الله عشان نعرف مين المتأهل لنهائي دوري الأبطال، وهيواجه برضو المتأهل من مواجهة ليفربول وفياريال اللي هنشوف إن شاء الله بإذن الله ماتش الذهاب بتاعها بكرة الأربعاء. شكرا جزيلا، كنت معاكم كريم سعيد.